أشرف وزير الصحة عبد الحق صريحي على فعالية اليوم العالمي للتبرع بالدم، حيث أن الجزائر نالت شرف احتضان هذه التظاهرة وذلك تحت شعار شارك الحياة شارك كثيرا، مؤكدا أن الجزائر تهدف من خلال استضافتها فعالية هذا اليوم العالمي إلى تسليط الضوء على أهمية التبرع بالدم بشكل طوعي وكذا المنتظم، وذلك لضمان إمدادات دم آمنة ومستدامة للمرضى. يطيب لي أن أرحب بالضيوف الكرام الحاضرين معنا في هذه المناسبة المميزة لنحيي معنا اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والمصادف للرابع عشر جوان من كل سنة. هذا اليوم الذي تم تحديده رسمياً كحدث سنوي عام 2005 من قبل المنظمة العالمية للصحة، والذي تحتضنه الجزائر هذه السنة تحت شعار تبرع بالدم تبرع بالبلازما شارك الحياة شارك كثيرا. خلال سنة 2022 تقدم 743,477 متبرع بالدم نحو 248 مركز حقن للدم المتواجد على مستوى التراب الوطني، إذ تم جمع 631,815 كيس من الدم، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 5.24 مقارنة مع السنة الماضية، منها 53 متبرعين متطوعين، 46 متبرعين من العائلات، و 72% تبرع على مستوى مراكز حقن الدم، و 27% على مستوى محطات التبرع بالدم المتنقلة. وعلى هامش فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم عرف مشاركة عدد من الأطفال الذين جاءوا لتقديم نشاطات وعروض فنية تحمل رسالة نبيلة تشجع على التبرع بالدم. السلام عليكم، معكم الأستاذ نور الدين مدرسة الأخضر الريج باب حسن. اليوم جينا نقدموا نشاطات عبارة عن مسرحيات وعروض فنية لأهمية التبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم 14 جوان. جابر عشا ياسمين من مدرسة الأخضر بالريج في بابا حسن. اليوم يوم عالمي للتبرع بالدم، تبرع بالدم لكي ينجو أطفالا أو كبارا آخرون بدمكم، فتبرعوا بالدم ولا تنسوا. عبد الحكيم أسابع إعلامي وأحد أقدم المتبرعين بالدم. أعتقد أن هذه التظاهرة تكتسي أهمية كبرى يعني، ومن واجب كل إعلامي ومن واجب كل مواطن أن يشارك يعني في إبراز مدى أهميتها والتحسيس بأهمية التبرع بالدم. قلت أنا أحد أقدم المتبرعين بالدم، يعني منذ سن الشباب الأول كنت حريص على أن أقدم دمي من أجل أن يعيش الآخرون، لأن التبرع بالدم معناها منح الحياة للآخرين. هذا السلوك يجب أن يكون ثقافة راسخة عند كل مواطن جزائري، وهذه مناسبة طبعا لنا كإعلاميين سواء في الصحافة المكتوبة السمعية البصرية والإلكترونية لكي نحسس وعلى نطاق واسع المواطنين حتى يكونوا ذخرا لبنك الدم، لأن بنك الدم عادة يكون في أمس الحاجة لبعد الزمر، والحدث ذو أهمية كبرى كما قلت.